أهم الفواكه المفيدة لنزلات البرد والزكام في فصل الشتاء. في الحقيقة فواكه كتيرة جدا، والفاكهة بشكل عام هي مفيدة لجسم الإنسان. ومن الفواكه المفيدة عندنا في فصل الشتاء علشان نزلات البرد عندنا مثلا الرمان، عندنا الموز، عندنا الجروب أو الجريب فروت. لكن طبعا التوت البري من أهم الفواكه المفيدة في حالات الزكام ونزلات البرد، ويعتبر هو أحسن فواكه الشتاء لمحاربة الأمراض المعدية. يعني مثلا ونقدر نقول إن هو مهم جدا لأنه فيه فيتامين جيم وغني كمان بالألياف. كمان عندنا الجوافة فيها الكثير من السكريات والألياف النباتية، وفيها كمية كبيرة من فيتامين جيم، ومن الممكن إن إحنا نستعمل الجوافة في حالات البرد والسعال. كمان عندنا البرتقال ما نقدرش ننساه لأنه بيساعد على التخلص من الصداع المصاحب للزكام في حالات الانفلونزا. كمان العنب الاحمر، وبالرغم من العنب الاحمر ما بيبقاش موجود طبعا في فصل الشتاء، لكن من الممكن تخزينه ونستفيد منه سواء على السلطات او حتى مع الجبن. كمان ما نقدرش ننسى الليمون لانه هو عنده القدره على قتل الميكروبات لانه غني بفيتامين ا وب وج، وبيساعد في حالات البرد وحالات الزكام.